هدف بلا مقابل لعيلة مسيحة. مدام نسرين ومدام ناهد، مدام ناهد ومدام نسرين. السؤال اللي جاي حضرتك هتكتبي وحضرتك هتكتبي، وهنرجع لأيسل والمراية. مدام نسرين لو جاوبتي صح يبقى معاكي هدفين، مدام ناهد لو جاوبتي غلط طاروا ال 25 نقطة. أيسل ركزي. السؤال الثالث، معلومات عائلية، إيه الدولة اللي بنتك بتحلم تزورها؟ أيسل كتبت في ثانية وميراي كتبت في ثانية. تمام ميراي، نفسك تروحي فين؟ أمريكا. فين في أمريكا؟ لا مش محددة ولا هي بصراحة، بس أمريكا يعني. أمريكا فعلا، ميراي نفسها تروح أمريكا. أيسل، هما دولتين الحقيقة، بس أنا بحب إيطاليا واليونان، بس إيطاليا أكتر. إيطاليا أكتر، عجبك كده؟ أنا كنت هتصدم مفيد غلط. مش أنت اللي كنت هتتصدمي، ده اللي كنت هتصدم. أيوة هي إيطاليا فعلا. برافو عليك أيسل. أيسل نفسك تروح إيطاليا، إيطاليا بلد جميلة جدا جدا، روما، البندقية، ميلانو، هتنبسطي لو رحت إيطاليا بإذن الله إن شاء الله. تفضلوا كده، هدفين مقابل هدف.